يا ابوكم مو بحاله هاي يسوون لنا جيم بروحنا. سووا جيم حق معضلين وجيم حق اللي مو معضلين حق اللي اجسامهم خايسه، يعني سووا جيمين. والله انا بنصير نتمرن انا جسمي خايس، تخليني اتمرن يا معضل ليش؟ يعني ما ارتاح نفسيا اني كنا نقول ما نبى جيم خلط بنات واولاد عشان نرتاح يوم نتمرن عشان نركز، الحين ما نبى جيم يا معضلين فكونا منهم. مشكلة المعضل ما يخليك تتمرن، احيانا اتمرن اشوف قدامي واحد مره وحده تفسخ، الحين انت ليش تفسخت؟ شو سالفتك؟ منو فسخك؟ بلا نز عليك بعد انت ليش جسمك خايس وابوي انا؟ يعني جد ماني انا من بيتنا معضل؟ صرنا جيم فيه بنات ما عرفنا، الحين شو نشيل؟ اوزان خفيفه ولا اوزان ثقيله؟ خفيفه بيقولون داك، واذا ثقيله ما اعرف ما اشيل ترى شو اسوي يعني؟ اشوف جيم معضلين، اشوف كل واحد مطلع لي صدره وياس يشيل لي اوزان ثقيله، يوم يشوفك تشيل وزن خفيف يعتبر كتب بنت الجيم. اه فيلسوفي.